السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد إن شاء الله النهاردة محاضرة تانية مع الكريستال كيمستري، وهنتكلم فيها على الـ element of symmetry. الـ element of symmetry إحنا سبق إن إحنا خدنا الـ element of symmetry في السنة اللي فاتت، سنة أولى، والنهاردة إن شاء الله هنكمل ناخد هنعمل ريفيجن على اللي فات وناخد حاجة جديدة في الإلمنت أوف سيمتري. بس بننبه إن الإلمنت أوف سيمتري بتعتمد على الكريستال سيستمز اللي هو المحاضرة اللي فاتت، وبالتالي أنا عشان أفهم الجزء بتاع المحاضرة دي كويس لازم أكون مراجع المحاضرة اللي فاتت كويس. المحاضرة دي والمحاضرة اللي فاتت، المحاضرة الأولى والتانية، هما يعتبروا الجزء الأولاني اللي إحنا هنشتغل عليه العملي. هنشتغل عملي أول أسبوع على المحاضرتين الأولى والتانية، وبالتالي برضو مراجعة المحاضرات هتفيدنا جدا في الجزء بتاع العمل. نبدأ في المحاضرة. عندنا الكريستال سيستمز اللي إحنا خدناها فيها مجموعة من الإليمنت أوف سيمتري، أو بنسميها الكريستال سيمتري. معناها ايه الكلام ده؟ احنا لما بنمسك الكريستال في ايدينا بنلاحظ ان هي مكونة من مجموعة من الاوجه، في كل مجموعة من الاوجه بتبقى متشابهة. طب ايه اللي بيخليها متشابهة؟ اللي بيخليها متشابهة ان هي في مجموعة من الاليمنتس هي اللي بتعمل ريبيتيشن للفيسز دي، او بتعمل ريبيتيشن للانجلز، او بتعمل ريبيتيشن للايدجز، ايا كان بقى الايدجز او الانجلز او الفيسز، ايا كان بيحصل لها ريبيتيشن. ليه بيحصل لها ريبيتيشن؟ عشان في مجموعه من الاليمنت اوف سيمتري هي اللي بتعمل تكرار للاوجه اللي موجوده عندي، بتعمل تكرار للاوجه. طيب التكرار ده بيجي منين؟ لان انا عندي في حاجه الانترنال ستراكشر اللي جوه، الانترنال ارينجمنت بتاع الكريستال، هو ده اللي المفروض بي بي بيكرر لي الاليمنت دي. وبالتالي الجزء اللي احنا بنتكلم عليه احنا لسه بنتعامل مع الكريستال من بره، لكن لما نيجي نتكلم بعد كده بعد 4 محاضرات على الانترنال اليمنت اوف سيمتري هنلاحظ ان في جزء كبير جدا هنا مشترك معانا. طيب الاليمنت اوف سيمتري احنا بنقسمها ل 3 اليمنتس اوف سيمتري، 3 اليمنتس اوف سيمتري اللي هي احنا خدناها قبل كده، البلين اوف سيمتري، بلين اوف سيمتري، وده هيجي لنا الكلام اللي احنا بنسميه احيانا الميرور بلين، ميرور بلين، و الاكسس اوف سيمتري، اكسس اوف سيمتري، والسنتر اوف سيمتري. يبقى انا عندي 3 انواع من الاليمنتس اوف سيمتري. البلين اوف سيمتري ده حاجه واحده هنا في الاكسترنال اليمنت اوف سيمتري. لما نيجي نتكلم على الانترنال اليمنت اوف سيمتري هنزود حاجه. الاكسس اوف سيمتري احنا كنا خدنا في سنه اولى حاجه اسمها روتيشن اكسس اوف سيمتري، هنا هناخد نوعين من الاكسس اوف سيمتري، روتيشن وروت انفيرشن هنتكلم عليهم، والسنتر اوف سيمتري ده احنا عارفينه هنيجي نتكلم عليه اللي هو المركز. طيب البلين اوف سيمتري كل الاليمنت اوف سيمتري هي بيقول لي ان هي ايماجينري، حاجه تخيليه. انا ما بمسكش الكريستال بلاقي فيها بلين قطع الكريستال لجزئين، لا، ده انا عندي هنا ده حاجه كلها تخيل، حاجات تخيليه. وهنا اهم حاجه في البلينوسيمتري ان هو بيقسم الكريستال لجزئين الاثنين زي بعض بالظبط، والاثنين بيبقوا ميرور ايمج. ودي جزئيه مهمه جدا لما نيجي نضرب امثله وناخد بعض الاشكال. اهم حاجه ان هو بيقسم لي الكريستال لجزئين والاثنين ميرور ايمج، اثنين ميرور ايمج، ودي جزئيه مهمه جدا عشان افرق ما بين البلين اوف سيمتري، وافرق ما بين الاكسس، وافرق ما بينه وبين الانفيرجن او السنتر اوف سيمتري. الكريستالز غالبا احيانا بيبقى ما فيهاش اي بلين اوف سيمتري، هيجي لنا انواع، واحيانا بيبقى فيها بلين او اتنين او تلاته، وبيبقى اعلى عدد من البلين اوف سيمتري في الكريستال اللي هو 9 بيبقى موجوده في فصيله المكعب، فصيله مكعب في الهولي سيمتريكال كلاس. طيب بالنسبه للاكسس اوف سيمتري، الاكسس اوف سيمتري هي زي ما احنا قلنا هي ايماجينري، وهي اكسس يعني ايه؟ يعني بيحصل حاجه عمليه اسمها روتيشن. روتيشن يعني ايه؟ يعني انا عندي ده اكس، يبقى في حاجه اسمها روتيشن بيلف حوالين ايه؟
حوالين الاكس. يبقى ده ايه؟ يبقى ده كلمه روتيشن بتيجي من هنا. طيب الروتيشن ده بيكرر لي الفيس اللي عندي، اما ان بيتكرر مره او اثنين او ثلاثه او اربعه. يعني انا دلوقتي الروتيشن ده بيحصل روتيشن بعدد ايه؟ بزاويه ما، في زاويه هنا من هنا لهنا حصل روتيشن للاوبجكت ده، الجزء ده حصل له روتيشن من هنا بزاويه كده 90 درجه. يبقى هنا ده اول روتيشن زاويه 90 درجه، بعد كده حصل له روتيشن تاني تالت رابع. يبقى انا الروتيشن ده حسب الزاويه دي وحسب هو بيكرر لي كم مره يعمل الروتيشن ده، ممكن يكرر لي اتنين مرتين او ثلاثه او اربعه او سته، او سته هنيجي نتكلم عليه ليه ما عندناش خمسه ودي ما فيش سبعه. طيب أيوة ده ايه؟ ده الروتيشن. الروتيشن عندنا بنقسمه لنوعين، او الاكسس والسيمتري بنقسمه لنوعين، حاجه اسمها روتيشن اكسس وحاجه اسمها روتو انفيرجن اكسس. روتيشن اكسس ده اللي احنا خدناه في السنه الاولى، اللي هو بسميه المحاور التماثل الدورانيه، دوران روتيشن. والروتو انفيرجن ده بسميه الدوراني انقلابي. انفيرجن ده اللي هو معنى انقلاب او السنتر، وروتيشن يعني انا احيانا بيحصل عندي حاجتين اتنين، بيحصل روتيشن وبيحصل انفيرجن، كان عندي مع الاكس في سنتر اوف سيمتري. تالت حاجه عندنا السنتر اوف سيمتري برضه، هي بيقول لي ده ايميجينري بوينت، دي نقطه تخيليه المفروض تبقى في السنتر بتاع الكريستال. النقطه دي دورها ايه؟ دورها انها تعكس اي حاجه. انا مثلا عندي دي في اوبجكت هنا، الاوبجكت ده من خلال السنتر في النص كده هيروح واحد زيه الناحيه الثانيه هنا. يبقى انا عندي كلمه السنتر اوف سيمتري ده، يبقى انا في السنتر بتاع الكريستال يبقى في مركز تماثل، مركز التماثل ده بيعكس لي اي بوينت موجوده على سطح الكريستال من خلال المركز بتنعكس لي الناحيه الثانيه. بيقول لي حاجه مهمه جدا، بيقول لي ان انا الالمس اوف سيمتري دي ممكن تبقى موجوده لوحدها في بعض الكريستال، يبقى في بلين اوف سيمتري بس، بعض الكريستال في سنتر اوف سيمتري بس وهكذا، وممكن تبقى موجوده مع بعضها، ممكن تبقى موجوده مع بعضها. يعني ممكن احيانا الاقي بلين مع سنتر، الاقي مثلا اكس مع سنتر، الاقي مثلا البلين مع اكس مع سنتر وهكذا. يبقى احنا ممكن الاقيهم موجودين مع بعض، وممكن الاقي بعض الكريستالز فيها نوع واحد منهم. طيب نبدا نتكلم على الامثله لكل نوع من اللي احنا قلناه الثلاثه، امثله على الروتيشن اكسس، امثله او على الاكسس، امثله على البلين، امثله على السنتر. مهم جدا ان احنا دلوقتي عشان للتسهيل على حضرتك، انا بتعامل الاول 2 دي. احنا عندنا الكريستال دي حاجه 3 دي، حاجه جسم في ايدي. طب انا عشان افهم الكلام ده، احنا هضرب مثال اول 2 دي وبعد كده هنتكلم على ال 3 دي. طيب نبدا اول حاجه عندنا بالروتيشن اكسس. روتيشن اكسس، طيب الروتيشن اكسس عندنا بنبدا بحاجه اسمها التو فولد، التو فولد روتيشن اكسس او الباينري روتيشن اكسس. يعني ايه تو فولد؟ يعني بيكرر لي الاوبجكت مرتين، بيكرر لي الاوبجكت، الاوبجكت ده اللي هو سواء الفيس سواء السنتر، الفيس سواء الايدج سواء الكورنر، ايا كان بيكرر لي الاوبجكت مرتين مرتين. طيب معنى ان هو تو فولد، تو فولد. طيب تو فولد يبقى بيلف كل قد ايه؟ فبناخد ال 360 ونقسمها على 2، يبقى هيديني 180، هيديني 180. يبقى انا بلف، بروح كده مثلا 180 درجه بيديني اوبجكت هنا، وبعد كده بلف 180 درجه تاني برجع مره تانية. لاحظوا هنا ان في حاجتين، هو بيقول لي تو فولد يبقى بيكرر لي الاوبجكت مرتين، ادي واحد ادي اتنين. نمره اتنين، ان انا عشان ارجع للاوبجكت رقم واحد ده بحتاج ان انا اعمل الحركه مرتين. ادي اول ستيب جيت هنا، وبعد كده ستيب تانيه هرجع تاني لنفس النقطه اللي انا بدات منها. يبقى ده الايه؟ ده التو فولد روتيشن اكسس، تو فولد روتيشن اكسس. طيب احنا عندنا بقى شويه حاجات كده نعرفها، المهم جدا جدا عندنا اللي هي الاوبريشن، ماشي. الموتيف دي هنيجي نتكلم عليها بعد كده بالتفصيل لما نتكلم عن الانترنال ستراكشر، ما تهمناش دلوقتي لكن هنقول معناها ايه. طيب اول حاجه الاوبريشن، ايه هي الاوبريشن؟ دي احيانا بتيجي في التعريفات، ايه هي الاوبريشن؟ هي البروسيس، هي العمليه اللي انا بعملها عشان اكرر.
الروتيشن الاوبريشن هنا مثلا عمليه الروتيشن بتاع الاوبجكت، الروتيشن بتاع الفيس. مثلا لو انا عندي ميرور بلين، ايه هي الاوبريشن؟ ريفليكشن. ريفليكشن لو انا عندي سنتر، ايه هي الاوبريشن؟ انفيرجن. انفيرجن لو انعكاس من خلال السنتر، وهكذا. بدي معنى كلمه الايه؟ معنى كلمه الاوبريشن. طيب انا عندي التو فولد روتيشن اكسس اللي احنا اتكلمنا عليه ده، ليه رمز؟ ماشي كده، دي رمز. ايه الرمز بتاعه؟ بيتعمل زي عدسه، ماشي، عدسه كده، والعدسه دي اللينس، واللينس دي مصمطه. مصمطه يعني ايه؟ يعني مظلله من جوه. مهمه جدا النقطه دي، ليه؟ عشان افرق بين التو فولد روتيشن اكسس والتو فولد روتو انفيرجن اكسس اللي هيجي لنا كمان شويه. التو فولد روتو انفيرجن اكسس ما فيهوش التظليل اللي جوه ده، ناخد بالنا من الرموز كلها عشان نبقى نتكلم عليها بعد كده بالتفصيل. لكن عموما ان انا اي اكس، اي اكس ليه رقم، يعني مثلا التو فولد ده بيرمزوا له برمز 2، ماشي كده، بيكتبوه 2 وبيترمز له بالعدسه اللي هي مصمطه من جوه، يبقى ده الايه؟ الرمز بتاعه، وده اللي هو الحرف اللي هو بيتكتب بيه، بيتكتب 2، بيتكتب 2. طيب ايه هو الموتيف؟ الموتيف ده اللي هو الاوبجكت اللي انا هبدا اكرر، الاوبجكت اللي بيتكرر. ولما نيجي نتكلم بعد كده عن internal structure هناخد كلمة موتيف ان ديتيل شوية. طيب يبقى انا عندي في الموتيف او الاوبجكت اللي انا هكرره ده، بعمل له فيرست ستيب اوبريشن، بيروح بيتنقل الناحية التانية، وبعد كده سكند ستيب بيرجع تاني للنقطة اللي هو بدأ منها. طيب بيقول ان انا التو فولد اكسس ده بيحصل تكرار لحاجات كتير حوالينا، يعني مثلا الشكل اللي موجود ده لما انا اجي الفه بعد 180 درجة هيديني الشكل ده، وبعد كده الفه 180 درجة المفروض هيرجع تاني للوضع اللي هو بدأ منه. لو انا بدأت من الطرف ده، بدأت من الطرف ده هنا، بعد 180 درجة هيجي هنا، وبعد كده 180 درجة هرجعه تاني هنا. يبقى ده معنى الجملة اللي هو كاتبها، ان انا بيقول لي ان انا محتاج الفه مرتين 180 عشان يرجع لي الفيرست بوزيشن او الاوريجينال ايه بوزيشن بتاعه. ده التو فولد روتيشن اكسس. بعد كده عندنا حاجه اسمها الثري فولد روتيشن اكسس. ثري فولد يبقى الرمز بتاعه 3، الرمز بتاعه ايه؟ 3. طيب السيمبل بتاعه اللي هو مثلث مصمت من جوه، مثلث مصمت من جوه. طيب روتيشن ده بلف بزاويه كام؟ هاخد ال 360 اقسمها على 3 هيديني ال 120 درجه، هيديني 120 درجه. يبقى انا هنا بلف قد ايه؟ بلف كل 120 درجه، يبقى دي فيرست ستيب، دي هلف كام؟ 120 درجه لغايه ما اوصل هنا، بعد كده 120 درجه تاني، 120 درجه تالت. هيبقى انا خدت ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3. احنا قلنا عندنا 3 فولد، في حاجتين هنا ثلاثه، ايه هي؟ ان هو بيكرر لي الاوبجكت ثلاث مرات، واحد اثنين ثلاثه. الحاجه الثانيه ان انا عشان ارجع للفيرست اوبجكت محتاج ان انا اخد الاوبريشن دي ثلاث مرات، ادي فيرست ستيب سكند ستيب فورث ستيب. يبقى الاوبريشن هنا ان بعمل روتيشن بزاويه 120 درجه. طيب النتيجه النهائيه ان احنا عندنا 2 فولد 3 فولد 4 فولد 6 فولد روتيشن اكسس. طب هل عندي فيرست فولد روتيشن اكسس؟ لا. ليه؟ لان انا فيرست فولد يعني بيلف كل 360 درجة، يعني 360 درجة هيلف ويرجع تاني لنفس النقطة، عشان كده بقول ده بسميه ايه؟ بقول ده الايدنتيتي، يعني هو هو. فإذا ما عنديش أنا ال one fold rotation axis، ما عنديش one fold rotation axis. هيجي لنا بعد كده إن في حاجة اسمها one fold auto inversion، دي حاجة تانية هتجي لنا كمان شوية. لكن أنا في ال في ال في ال في ال 2D، في ال 2D ما عنديش one fold rotation axis، عندي two fold rotation axis، عندي 3 فولد روتيشن اكسس، عندي 4 فولد. 4 فولد ده زي اللي خدنا بقى قبل كده، ان ده بيتكرر كل 90 درجه، ادي 90 درجه اهي عشان يتكرر، وبلف كام؟ بلف 90 درجه، وبعد كده بلف 90 درجه تاني، 90 درجه تالت، خطوه ثالثه 90 درجه تاني، هرجع للنقطه الاساسيه. وعندي 6 فولد روتيشن اكسس، 6 فولد روتيشن اكسس، وده بيلف كل 60 درجه، وده بيلف كل 90، وده بيلف كل 60 درجة. طيب بيقول لي ان انا ما عنديش
5 فولد وما عنديش اكتر من 6 فولد روتيشن اكسس. ماشي، يبقى انا ما عنديش دول. ليه ما عنديش دول؟ لان انا عشان يتكون ال 5 فولد والاكتر من 6 فولد اللي هي 7 و8 او اكتر، في قاعده ان احنا دايما بنتعامل مع الفراغ، بنتعامل مع اشكال فراغيه، بنتعامل مع اشكال فراغيه. فانا لو انا جبت شكل خماسي، خماسي، وحاولت ارسم بيه اشكال فراغيه بحيث ما يبقاش في النص فيه فراغات، انا عايز اعمل حاجه 3 دي ما يبقاش في النص فيه فراغات، لا مش هقدر اعمل بشكل خماسي. عايز اعمل الكلام ده بسبعه بشكل سباعي او 8 او 9 او كده، مش هقدر اعمله. فلازم انا اللي احنا ما عندناش كريستالز تبقى فيها فراغات من جوه، فده السبب ان انا ما عنديش ال 5 فولد او اكتر من 6 فولد روتيشن اكسس. ممكن انتوا تجربوها في البيت، حاول تجيب انت مثلثات وتحطها جنب بعضها، ممكن ترصصها بحيث ما يبقاش فيه فراغات، مربعات ممكن ترصصها ما يبقاش فيه فراغات ما بينها، الشكل السداسي ده الشكل بتاع خلية النحل هترصصها ما بيبقاش فيه فراغات، هات شكل خماسي حاول تعملها، مش هتقدر تعمل شكل الا لما تعمل فيه فراغات ما بينها. طيب ده الحاجة الأولانية كانت الـ rotation axis. الحاجة الثانية عندنا الـ center of symmetry. center of symmetry أحيانا بيسموه الـ inversion، ماشي، عشان احنا أحيانا بتلاقي كتب كده وكتب كده. الـ center of symmetry بيرمزوا له برمز N، أو الـ inversion عشان الـ I، عشان الـ I، يبقى دي كلمة الـ inversion. يبقى احنا الـ inversion هتلاقي إن بص شوف النقطة دي أنا عكستها من خلال الـ center وراحت الناحية الثانية، النقطة دي اتعكست من خلال السنتر راحت الناحية التانية، وبالتالي ده معنى كلمة الانعكاس خلال الايه؟ خلال السنتر، بيحصل انفيرجن من خلال الايه؟ من خلال السنتر. غالبا بيرمزوا له بالرمز ده، هنا قلنا الليتر اللي بيتكتب بيه لو انا بكتب في التكست او بعمل رموز، فبيرمزوا له بايه؟ ببوينت، بيرمزوا له بالبوينت. لاحظوا ان انا الروتيشن اكسس الانفيرجن هنا هو يشبه ال 2 fold rotation axis. ده يشبهه ليه؟ عشان انا بتعامل مع حاجه 2 دي، بتعامل مع ال 2 دي، وده ما عنديش كريستالز 2 دي. لكن لما نيجي نتكلم على ال 3 دي، لا هيديني عمليه ثانيه من عمليات السيمتري، وبالتالي هيبقى حاجه بسميها يونيك او حاجه مش موجوده في يعني هنا انا لما بصيت عليه هنا لقيته ان هو زي ال 2 fold rotation axis، هو في الحقيقه حاجه ثانيه مش زيه. طب هو ليه ظاهر هنا زيه؟ عشان انا هنا بتعامل قلنا مع ال 2 دي، لما اتعامل مع ال 3 دي هيظهر عندي بشكل ثاني. طيب اخر حاجه عندنا الريفليكشن. الريفليكشن دي اللي هي البلين اوف سيمتري. البلين اوف سيمتري بيرمزوا لها بيكتبوها اللتر بتاعها بيرمزوا لها بام، ولما بيجي يحطوها في الرسم بيحطوها بايه؟ بالميرور بلين ده، بيحطوها على هيئه لاين، على هيئه لاين، ماشي، لاين سوليد لاين، سوليد لاين، ما هواش داشت لاين، ما هواش داشت لاين، ماشي. ريفليكشن دي الاوبريشن هنا ريفليكشن انعكاس، ماشي، وده انعكاس دايما بيعملوا بلين. لاحظوا ان الست دي اتعكست ميرور على البلين ده، اتعكست ميرور ايمج، ميرور ايمج، ودي من اهم الحاجات اللي بتميز الميرور بلينز. طيب احنا قلنا ان انا ممكن يبقى عندي اكتر من نوع من انواع الاليمنت اوف سيمتري في نفس الكريستال، طب وبالتالي الكومبينيشن ده ممكن يديني اكتر من حاجه. كان انا مثلا مثال اللي عندي ده، لو انا عندي كومبينيشن ما بين 2 فولد روتيشن اكسس وعندي ميرور بلين، انا عندي 2 فولد اللي هو الرمز بتاعه ده، ماشي، وعندي الميرور بلين اللي هو الرمز بتاعه ده، ولو انا عايز اكرر الستة دي، طبعا هو ليه جايب ستة؟ جايب ستة عشان لما انا الف الستة الناحية التانية او استخدمها الفها الناحية التانية احركها من خلال الميرور بلين هتدي شكل مختلف. لكن لو انا جبت هنا مربع حطيته الناحية التانية مش هيبان الفرق، ماشي، هو جايب الستة دي لسبب يعني. طيب لما اجي اكررها يبقى انا من خلال الميرور بلين هتتحط فين؟ هتروح الناحية التانية، ماشي. طب من خلال ال روتيشن اكسس تروح الناحية التانية، ده هنا 2 fold 2 fold rotation axis، الستة دي هتروح الناحية التانية هنا، والستة دي هتروح الناحية التانية هنا، ماشي. يبقى أنا ده التكرار من خلال الإيه؟ من خلال ال 2 fold والميرور بلين الاتنين مع بعضهم، ماشي. هو هنا عمل إيه؟ عمل حاجة، عمل أول ستيب عندي عمل reflection،
ريفليكشن. وبعد ما عمل الريفليكشن ده عمل ايه؟ عمل الروتيشن على الاكس، روتيشن على الاكس. قاعدة مهمة جدا ناخد بالنا منها، هو هنا بدأ بالريفليكشن وبعد كده عمل روتيشن. لو انا بدأت بالروتيشن وبعد كده عملت الريفليكشن هيديني نفس الحاجة اللي موجودة عندي، ودي حاجة مهمة ناخد بالنا منها في الشغل بتاع الكريستال. ان احنا لو انا عندي اكتر من element of symmetry استخدمت واحد فيهم ثم استخدمت التاني او العكس مش هتفرق معايا. طيب بيقول لي حاجة، ان انا لما عملت الريفليكشن ده انا كان عندي mirror plane وكان عندي rotation axis، لاحظ عندي ان ظاهر عندي حاجة تانية، ظاهر عندي mirror plane تاني، mirror plane تاني. ودي هتجيلنا بعد كده لما اتكلم على كل كريستال سيستم ايه هي الاليمنت اوف سيمتري الموجوده فيها، هيظهر عندي ايه فايده الميرور بلين اللي ظهر عندي ده. ماشي، وبقول لي لابد من وجود الايه الميرور بلين ده، لان الست دي لاحظوا ان هي انعكست بالبلين ده لميرور ايمج الناحيه الثانيه. ماشي، طيب انا بقول لي حاجه ثانيه، بيقول لي مثال ثاني، لو انا عندي فور فولد روتيشن اكسس وعندي ميرور بلين واحد، عندي ميرور بلين واحد. طيب الست دي هنعمل ايه؟ هنعمل لها روتيشن الاول ولا نعمل لها ريفليكشن على الميرور بلين؟ احنا قلنا سواء بده صح سواء بده صح. هو هنا بدا بريفليكشن، بدا بريفليكشن. طب الريفليكشن ده بعدين هيبدا يستخدم الفور فولد روتيشن اكسس، ادي اول خدهم كده الاثنين مع بعضهم حركهم 90 درجه جم هنا الاثنين، وبعد كده حركهم 90 درجه جم هنا الاثنين، وبعد كده حركهم 90 درجه جم هنا الاثنين. لاحظوا ان انا كان عندي الاول ايه ميرور بلين واحد، لان ان لابد من وجود ايه الميرور الثاني ده، او هو ظهر عندي، ظهر عندي ليه؟ لان الشكل ده موجود ميرور ايمج بتاعته هنا. هل الموضوع كده انتهى؟ هل الموضوع كده انتهى؟ لا، لا احنا لقينا كمان ظهر عندي تو ميرور بلين ثانيين. يبقى ظهر عندي تو بلين ثانيين، لاحظوا ان يبقى انا هنا عندي اربعة ميرور بلين وعندي الفور فولد روتيشن اكس. او بمعنى تاني نقدر نقول، هل نقدر نقول ان المحور الرباعي ده كرر البلين نفسه؟ يعني انا عندي هنا البلين ده، عندي محور رباعي، المحور الرباعي ده عمل ايه؟ كرر لي البلين نفسه. يبقى انا عندي اربعة بلينز، اربعة بلينز. طيب مثال تاني، لو انا عندي 3 fold rotation axis مع mirror plane، ادي اخدنا الاول ده، طبعا هو هنا مختصر بقى الكلام اللي احنا فات، ادي ده اول الشكل بتاعي الاساسي، حطيته هنا بايه؟ حطيته هنا عن طريق mirror plane، وبعدين هاجي الفه بقى باستخدام rotation axis، هلفه 120 درجة هيجي هنا، 120 درجة هيجي هنا، 120 درجة هيجي هنا. لاحظوا ان انا اتكون عندي، كان عندي الميرور بلين الاساسي اللي هو ده، اتكون عندي واحد تاني هنا واتكون عندي واحد تاني. يبقى انا عندي هنا محور ثلاثي وعندي ماشي معاه ثلاثه ميرور بلين، ثلاثه مستويات تماسك. نفس الكلام لو انا عندي 6 فولد روتيشن اكسس وعندي ميرور بلين واحد اللي هو ده، خدت الشكل ده مثلا واتكرر هنا بالميرور بلين، وبعد كده هكرره كل 60 درجة، هكرره كل 60 درجة، هيديني الأشكال الموجودة عندي دي، وهنلاقي إن إحنا تكون عندي كام ميرور، كام مستوى تماثل هنا مع المحور السداسي، في 6 مستويات تماثل، في 6 مستويات تماثل. طيب كل اللي فات ده أنا بتعامل مع الـ 2D، نبدأ ننقل نقلة بقى في الـ 3D، ننقل نقلة في الـ 3D، وهنلاحظ إن هل في اختلافات ولا مفيش اختلافات. يقول لي بالنسبة للروتيشن أكسس مفيش اختلافات. بالنسبة للروتيشن اكسس مفيش اختلافات، انا عندي نفس الكلام، عندي ال 2 fold rotation axis وعندي ال 3 fold rotation axis وعندي ال 4 fold rotation axis وعندي ال 6 fold rotation axis، دول موجودين عندي ما فيهمش اي اختلافات، عشان كده ما عدهمش هنا، وبيضرب بس مثال هو اللي موجودين ده، وحاطط 4 fold 6 fold، هو مش حاططهم عشان هم دول بس اللي موجودين، لا ده هو مجرد ضرب مثال. انا عندي مثلا الفيس ده اللي هو موجود عندي ده اللي في وشي ده، بعد 90 درجة، 90 درجة هيجي هنا،
وبعد 90 درجة هيروح ورا هناك، وبعد 90 درجة يجي هنا، يبقى بعد كل 90 درجة هيتكرر. عندي ال إيدج ده بعد 90 درجة هيجي هنا، بعد 90 درجة هيجي هنا، بعد 90 درجة. عندي الكورنر ده بعد 90 درجة هيجي هنا، بعد 90 درجة هيجي هنا، وهكذا. يبقى أنا ده معنى 4 فولد روتيشن أكسس. طيب أنا عندي اللي بعد كده إيه؟ ال 6 فولد روتيشن أكسس نفس الكلام. لو إحنا خدنا مثلا اللاين ده أو الإيدج ده هيتكرر هنا 2، بعد 60 درجة 3، 4، 5، 6، وبعد كده هيرجع تاني اللي في الأول. كذلك لو إحنا كررنا الوجه اللي في الوش ده بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. عشان كده هو هنا ما عادهمش، هو بس بيقول لي إن أنا موجود عندي الروتيشن أكسس اللي إحنا اتكلمنا عليها، الـ 2 فولد والـ 3 فولد والـ 4 والـ 6 فولد. طيب البلينوسيمتري بنفس الطريقة، موجود عندي بنفس الطريقة دي البلينوسيمتري. هو هنا حاطط لك بأكتر من وضع، بأكتر من وضع، عشان أنا بتعامل مع حاجة 3 دي. لو إحنا خدنا الكيوب ده، في عندي الفيس اللي فوق ده من خلال البلينوسيمتري اتكرر واحد زيه تحت ميرور ايمج. لو احنا خدنا الجزء ده بالميرور ايمج هيتكون، هيتحرك عندي تحت. لو احنا خدنا مثلا هنا البلين ده هتلاقي مثلا الجزء ده كده بالميرور ايمج موجود عندي الناحيه الثانيه كده، وهكذا. يبقى انا عندي كلمه ميرور ايمج دي ان انا كل حاجه موجود صوره مرايه ليها الناحيه الثانيه. طيب السنتر اوف سيمتري، لاحظوا ان انا في ال 3 دي الحاجات اللي خدتها في ال 2 دي هي موجوده معايا. خدت ال الروتيشن اكسس موجودين معايا، وخدت البلينوسيمتري موجود معايا، وخدت السنتر اوف سيمتري موجود معايا. بس نلاحظ السنتر اوف سيمتري بقى الشكل مختلف، ماشي؟ احنا كنا في السنتر اوف سيمتري لما خدناه في ال 2 دي قلنا ان هو زيه زي ال 2 فولد روتيشن اكسس. لا، هنا بيدي شكل مختلف. لو احنا خدنا الشكل ده اللي موجود عندي ده، لو جينا عكسناه من خلال السنتر، لاحظوا ان الشكل اللي اتكون فوق ده عكس ده، عكس. يعني انا مثلا كان هنا المحور ال مثلا الضلع ده كان طوله قد ايه، هنا مش ده، مش زيه، لا ده اللي زيه ورا. ليه؟ لان انا عندي انعكاس من خلال السنتر، ماشي؟ وهكذا، وده موجود زيه هنا، وهكذا. لو احنا خدنا اي حاجه وانا بيقول لي ازاي يتكرر، لو احنا خدنا ده هيتكرر هيعدي من خلال السنتر هيجي هنا، لو احنا خدنا ده من خلال السنتر هيجي هنا، وهكذا. يبقى كل ضلع من الاضلاع دي في الاخر عشان يديني الشكل اللي موجود عندي ده اللي هو الاي، يتحول للاي داش. طيب اللي هيجي معانا الحاجه الجديده اللي هي الروتو انفيرجن اكسس. روتو انفيرجن اكسس، طيب ايه هي الروتو انفيرجن اكسس؟ هي مجموعه من الاكسس زيها زي الروتيشن، لكن بعمل فيها عمليتين او تو ستيبس. احنا كنا في الروتيشن بنعمل دوران حوالين محور بزاوية ما، هنا بنعمل دوران حوالين محور بزاوية، وبعد ما بنعمل الدوران بنعمل انفيرجن. عشان انفيرجن ده اللي هو السنتر، يبقى احنا عندنا في روتيشن وفي عندنا كمان انفيرجن. طيب عشان في روتيشن وفي انفيرجن، فلاحظوا ان ظهر عندي هنا ال 1 فولد روت انفيرجن اكسس. في الروتيشن اكسس ما كانش عندنا 1 فولد روتيشن اكسس. طيب اول حاجه ظهرت معايا كمان ان انا الرمز بتاعه، احنا كان في الروتيشن اكسس كنا لما بنيجي نكتبه بنكتب الرقم بس، في الروتو انفيرجن بنكتب الرقم ونحطه في اي بار، نحطه في داش، ماشي؟ يبقى 1 بار، يبقى 1 بار ده اللي هو بيمثل لي الروتو انفيرجن اكسس. طب ايه هو ال 1 فولد روتو انفيرجن اكسس؟ بيقول لي ان انا هلف طبعا هو فولد ده بيلف كام؟ بيلف 360 درجه، بيلف 360 درجه. ايه ده؟ ده جه هو اهو. طب بعد ما لف 360 درجه في عندي سنتر هنا، هيحصل له ايه؟ يبقى هنا اول ستيب هعمل روتيشن 360 درجه. طبعا احنا بنقيس الزاويه ازاي؟ بناخد التكرار بتاعه، هو بيقول لي 1 فولد واقسم 360 عليه، يبقى هي هيديني ايه؟ هيديني هو هو، يبقى ايدنتيتي نفس الفيس. طيب وبعد كده بعمل انفيرجن من خلال السنتر، انا عندي في سنتر هنا، بعمل انفيرجن من خلال السنتر، بعمل انفيرجن من خلال السنتر. طيب يبقى انا هنا عملت تو ستيبس، اول حركه عملت الروتيشن عشان كده بسميه روتو، وتاني حركه عملت الانفيرجن اللي هي عشان ده انفيرجن في السنتر. لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان الشكل اللي اتكون عندي ده هو اللي كان ممكن يتكون لو انا عندي سنتر بس. يبقى اذا
ال 1 fold root of inversion axis ده بيساوي ال i، بيساوي ال i اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي السنتر. يبقى ال 1 fold rotation axis هو السنتر اوف سيمتري، ماشي؟ وبالتالي بيقول لي ان انا ما عنديش عمليه جديده، او انا الشكل يعني اللي انا جبته من الروت انفيرجن او الون فولد روت انفيرجن انا كنت ممكن اجيبه من السنتر اوف سيمتري لوحدي. طيب تاني حاجه التو فولد روتيشن اكس، تو فولد روتيشن اكس بعمل ايه؟ الروت انفيرجن اكس اولا الرمز بتاعه نلاحظ ان هو 2 بار، 2 بار او 2 شرطه. الشكل اللي احنا بنرسمه منه هو عامل هنا قوس عادي زي اللي احنا كنا خدناه قبل كده، لكن القوس ده بيبقى جوه فاضي، بيبقى جوه فاضي غير الروتيشن اكسس اللي احنا خدناه قبل كده. طيب اول ستيب عندي عشان اعمله انا بعمل اول ستيب اللي هي الروتيشن. طب انا تو فولد يبقى انا بلف كل 180 درجه، ماشي؟ الف 180 درجه. طيب يبقى انا اخدت الشكل الازرق ده لفيت 180 درجه. لاحظوا بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي ان الشكل اللي اتكون ده او هو اللي انا احط عليه النقط ده اصلا مش موجود، ده انا بس ده يعتبر مثال. هو بعد ال 180 درجه هي فين؟ لكن المفروض بعد ما اوصل هنا بعمل ايه؟ ادي السنتر، هعكس ده من خلال ايه؟ هعكس ده من خلال السنتر الناحيه الثانيه. يبقى انا بعد ما اوصل هنا ببدا احركه من خلال السنتر. يبقى في الحاجه النهائيه الوجه اللي اتكون عندي مش ده. ده بس ناخد بالنا من اللون ده عشان هتكرر معانا كتير. يبقى الوجه اللي اتكرر معايا النهائي اللي هو ايه؟ اللي هو ده. يبقى انا لما خدت الوجه ده وعملت له تو فولد روت انفيرجن اداني الوجه اللي موجود عندي تحت، اداني الوجه اللي موجود عندي تحت. طيب نلاحظ حاجه؟ نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان هو كاني خدت الوجه اللي فوق ده وعملت له ميرور بلين متكرر عندي تحت. يبقى انا بيقول لي ان التو فولد روت انفيرجن اكسس هو بيكافئ الام، يكافئ الام. وناخد بالنا من الجزئيه دي بيكافئ، لان احيانا هيجي لنا بعد كده لما اجي اكتب قانون التماثل في بعض الكريستالز بيكتب ام وبعض الكريستالز بيكتب 2 بار، هنشوف ليه الفرق بنكتب هنا ام وليه هنا بنكتب 2 بار، هيجي لنا الكلام عليها بعد كده. وبيقول لي اذا دي نوت نيو بريشر، يبقى دي نوت نيو بريشر ليه؟ لان انا هي انا تقريبا الشكل ده كان موجود عندي قبل كده، يعني ما عمليش حاجه جديده. بس طبعا في عندي تو فولد روت انفيرجن مش هو بيلغيه ويحط مكانه ام، لا هيجي لنا ليه احنا بنستخدم ده وليه بنستخدم ده بعد كده قدام. طيب الحاجه الثالثه بقى نبدا ننتبه للشكل اللي موجود عندي ده. الشكل اللي موجود عندي ده شكل يسموه معين الاوجه، حاجه زي المكعب كده بس انا ماسكه من الزوايا. الوجه بتاعه ده بيبقى شكل معينه، يعني دول زاويتين حادتين ودول زاويتين منفرجتين، دول زاويتين حادتين ودول زاويتين منفرجتين. عندي 3 fold root inversion axis برضه 3 بار. طيب بعمل اول ستيب عندي اللي هي بعمل عمليه الايه؟ بعمل روتيشن. طيب ده 3 fold يبقى انا بعمل الروتيشن 120 درجه، بعمل روتيشن 120 درجه. طيب انا خدت الشكل ده هلف الناحيه دي 120 درجه هيديني التمبرري فيس ده اللي هو الشكل الوجه الموجود عندي ده، هل هيفضل مكانه؟ لا مش هيفضل مكانه، هينعكس من خلال السنتر، هيديني الوجه اللي موجود عندي ده. يبقى ده انعكس من خلال السنتر هيديني الوجه اللي موجود عندي ده. طيب هو هل هيفضل واقف كده؟ لا مش هيفضل واقف كده. هعمل ايه؟ هعمل إيه؟ الوجه اللي موجود عندي تحت ده هلفه هو يبقى هو انا اللي هو انا بقول اللي حصل ان انا جبت ده بقى من هنا، جبته هنا 120 درجه بعد كده حركته وصل عندي تحت، يبقى ده الوجه رقم 2. طيب الوجه رقم 2 ده هسيبه؟ لا انا عندي فيه هنا ايه؟ ادي الرمز بتاعه قلنا مثلث فاضي، مثلث فاضي غير الروتيشن كان مثلث مقفول. طيب انا لسه عندي الروتيشن الروت انفيرجن اكسس لسه موجود عندي اهو، فهاخد الوجه الجديد ده والفه هو خدت الوجه الجديد لفيته هو 120 درجة. بعد ما لفته 120 درجة هعمل له انفيرجن من خلال السنتر. الوجه ده كده لما اعمل له انفيرجن من خلال السنتر هيروح فين؟ هيروح الوجه للناحية التانية ده. يبقى هيروح الوجه فين؟ للناحية التانية ده.
طيب الوجه اللي اتكون ده اللي هو وجه رقم كام؟ 3. لكن عندنا 1 2 3. لما اخد الوجه ده والفه هو هو، والفه هو هو 120 درجة، هيديني ايه؟ هيديني الوجه ده، الوجه رقم 3 ده لما اجي الفه 120 درجة هيجي هنا، واعكسه من خلال السنتر هيديني وجه رقم 4. يقول لي ان انا الوجه رقم الاول، الاوجه اللي اتكونت عندي اهو، يقول لي الوجه رقم 3 لما الفه 120 درجة هيديني وجه رقم 1. وبعد كده ده تمبرري، ده مش موجود، هعكسه من خلال السنتر هيديني وجه رقم 4. والوجه رقم 4 اللي اتكون ده، الوجه رقم 4 الف 120 درجة، الف 120 درجة هيجي هنا وهعكسه من خلال السنتر هيديني 5. والوجه رقم 5 الف 120 درجة هيديني 4 اللي ورا ده، هعكسه من خلال السنتر هيديني 6. يبقى لاحظوا ان احنا لما وصلنا لستة، ستة ده هلفه 120 درجة هيديني اللي ورا ده، هعكسه هيرجع تاني للايه؟ للواحد، هيرجع تاني للواحد. عشان ارجع للواحد ان انا كررت كم، عملت كم خطوة؟ 6 خطوات، 6 خطوات عشان ارجع تاني للشكل الاساسي اللي هو رقم كام؟ رقم 1. يبقى انا اللي اتكون عندي شكل معين من الاوجه، مكون من 6 اوجه، مكون من 6 اوجه. ماشي، عشان ارجع للشكل الاساسي او الوجه الاساسي اللي انا بدأت منه حركت 6 مرات عشان في الاخر يديني ايه؟ يديني الشكل اللي موجود عندي ده. يبقى اذا الروتو انفيرجن اكسس ده، الثري فولد روتو انفيرجن اكسس ده، ده ما اتكررش معايا قبل كده، ما عنديش شكل، ما عنديش عنصر من عناصر التماثل كرر لي وجه بهذه الطريقه. طيب اللي بعد كده الفور فولد روتو انفيرجن اكسس، وبرضه بنرمز له 4 بار، والرمز بتاعه هنا في الرسم بيبقى مربع مفتوح. هنبدا احنا بالوجه رقم 1 اللي هو ده. طب الوجه رقم 1 ده هبدا الفه كام درجه؟ الفه 90 درجه. طب جه هنا، هل ده هو الوجه اللي موجود عندي؟ لا، انا وقفت هنا. طب بعد كده هعمل انفرجن من خلال السنتر، هيروح فين؟ هيروح الناحيه الثانيه ده، يبقى ده اتكرر عندي فين؟ الناحيه الثانيه هنا. طيب بعدين الوجه اللي عندي تحت ده، هل هيفضل مكانه؟ لا، ده انا عندي لسه ستيل في الروت انفرجن موجود عندي، فور فولد روت انفيرجن. هلف اللي تحت ده 90 درجة، 90 درجة هيجي فين؟ هيجي اهو 90 درجة هيجي هنا. طب بعد ما يجي هنا هعكسه من خلال السنتر هيطلع فين؟ هيطلع الناحية التانية. طيب بقى عندي وجه واحد في وشه. طيب الوجه ده لما اجي الفه انا 90 درجة هيروح فين؟ هيروح الناحية التانية، هعكسه من خلال السنتر هيجي هنا. أصبح عندي الشكل اللي موجود عندي، وجهين فوق واحد اهو، واحد الناحية التانية، وجهين تحت، واحد هنا واحد هنا، يبقى كأن في وجهين تحت ووجهين عكسهم فوق. ماشي كده، وجهين تحت ووجهين عكسهم فوق، اتكون عندي شكل مكون من 4 أوجه. شكل مكون من كام؟ من 4 أوجه. الشكل ده الشكل بتاعه لو احنا اللي فات ده، لو احنا شلنا الزيادات بقى عندي شكل مكون من 4 أوجه. في وجه هنا، وجه الناحية التانية زيه، وفي وجه هنا وجه الناحية التانية زيه. يبقى ده شكل حاجة جديد أو حاجة جديدة اتكونت عندي اللي هو الفور فولد روتو انفيرجن. نوصل للسكس فولد روتو انفيرجن اكسس. نبدأ منين؟ نبدأ برضو بوجه من الأوجه اللي موجود عندي فوق اللي هو وجه رقم 1 ده، هلفه 60 درجة هيجي هنا، هعكسه من خلال السنتر هيجي تحت اللي هو الناحية التانية ده، هيجي تحت اللي هو الناحية التانية، يبقى ده وجه رقم 2. طب الوجه رقم 2 ده هيفضل موجود مكانه؟ لا، ده أنا عندي فيه السكس فولد هنا روتو انفيرجن لسه موجود، هيلفه برضه 90 درجة هيجي هنا، هيلفه 60 درجة هيجي هنا، وبعد كده هيتعكس من خلال السنتر هيطلع فوق. يبقى أنا في عندي وجه رقم 3 ده، يتكون عندي ده رقم 3، 3 ده مش هيفضل مكانه، هيلف برضه هو 60 درجة هيجي ورا، وبعد كده هيتعكس من خلال السنتر هيجي الناحية دي. عندي وجه رقم 4، وجه رقم 4 ده برضه هيلف 60 درجة يجي هنا ويتعكس مكان السنتر هيروح الناحية التانية هنا، يبقى ده 5. وجه رقم 5 ده هيلف 60 درجة هيجي هنا وهينعكس مكان السنتر هيجي هنا، يبقى أصبح اسمه وجه رقم 6. 6 ده هلفه نفس الطريقة 60 درجة هيجي هنا هينعكس مكان السنتر هيطلع رقم 1،
يبقى انا رجعت لرقم واحد مره تانية، رجعت لرقم واحد مره تانية. يبقى اصبح الشكل النهائي اتكون عندي ايه؟ شكل اتكون من 3 اوجه فوق، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته، وزيهم تحت واحد اتنين تلاته. يبقى انا اتكون عندي 3 اوجه فوق وتلات اوجه تحت، ادي 3 اوجه هنا وتلات اوجه زيهم من الناحيه التانيه. كأن كده عندي ايه؟ ادي الشكل النهائي، 3 اوجه فوق اهو وتلات اوجه الناحيه التانيه. تقريبا تقريبا ده بيمثل عندي محور ثلاثي عادي، ماشي كده. وفي ميرور بلين هنا، ما هو انا الوجه اللي فوق ده المحور الثلاثي كرر لي اللي فوق ده واحد اتنين تلاتة، والميرور بلين ده عكس لي، خلى الوجه اللي فوق ده ينزل عندي تحت هنا، والوجه اللي ورا ده ينزل هنا، وهكذا. فبيقول لي انا ان السكس فولد روت انفيرجن اكسس هو تقريبا بيمثل لي 3 على ام، 3 على ام اللي هو محور ثلاثي على مستوى تماسه، على مستوى تماسه. وده موجود عندي في بعض السب كلاسز اللي هنيجي نتكلم عليها بعد كده. كده احنا انتهينا من المحاضره بتاعت النهارده. احنا خدنا فيها الاليمنت اوف سيمتري، والاليمنت اوف سيمتري خدنا فيها البلينز، وقلنا دي ما فيهاش مشكله، ده ميرور بلين. خدنا فيها الانفيرجن او السنتر، وقلنا ده برضه ما فيهاش مشكله، انعكاس من خلال السنتر بتاع الكريستال. وخدنا فيها الاكسس اوف سيمتري، والاكسس قسمناها لحاجتين، روتيشن اكسس وروت انفيرجن اكسس. من ضمن الحاجات اللي احنا خدناها قلنا ان في حاجه عندنا اسمها الاوبريشن، الاوبريشن دي اللي هي البروسيس اللي انا بعملها علشان انقل الفيس، انقل الاوبجكت، انقل الحاجه اللي موجوده عندي للمكان بتاعها الجديد، اللي هي عمليه الروتيشن بزاويه كذا، او الريفليكشن من خلال البلين اوف سيمتري، دي اللي هي بسميها الاوبريشن. نقف هنا ان شاء الله، واتمنى ان لو في حاجه وقفت مع حضراتكم تسالوا فيها، سواء على جروب الواتس او على المايكروسوفت تيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.